تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، هذه الجلسة هي الجلسة الرابعة في التعليق على مقدمة الآجرومية. الدرس الماضي تحدثنا عن علامات الإعراب، وفي هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن النصب. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف هي علامات النصب، والفتحة هي العلامة الأصلية في النصب، كما أن الضمة هي العلامة الأصلية في الرفع. والفتحة إذا لم تتمكن الدخول في أي موضع من المواضع تنوب عنها الألف أو الكسرة أو الياء وكذلك حذف النون. على سبيل المثال، لو قلنا: درس الطالب النحو. النحو هنا مفعول به، لأن فعل الفاعل وقع عليه، إذن نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن الفتحة هي العلامة الأصلية في النصب. وكذلك سنصل بعد قليل في المواضع التي تدخلها الفتحة. والألف أيضا تنوب عن الفتحة، وذلك في الأسماء الخمسة. لو قلنا: رأيت أخاك. أخا هنا فاعل، عفوا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لكن المؤلف سيذكر لنا هذه المواضع بإذن الله تبارك وتعالى. يقول، أو قبل أن نمر لنعلم أن العلامات للنصب خمس فقط، لا تتجاوز عن ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ذكرنا أن الفتحة
هي العلامة الأصلية. إذن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة أماكن فقط. إذن اجعل أيها الطالب هذا قاعدة لك، أن الفتحة تكون علامة للنصب في هذه المواضع الثلاثة التي سنذكرها لا غير. الموضع الأول من المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب أولا في الاسم المفرد. مر معنا أن الاسم المفرد هو ما لم يكن مثنى ولا جمع، واسم الفريد. وعلى سبيل المثال كالمثال الذي تقدم معنا، درس الطالب النحو أو درس الطالب الكتابة. الكتاب هنا اسم مفرد، اسم مفرد وهو مفعول به منصوب بالفتحة. إذن نلاحظ أن الكتاب هنا يعني عليه فتحة علامة للنصب. وكذلك لو قلنا أرسل الأستاذ الطالبة، نلاحظ أن الطالب أيضا مفتوح، إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والموضع الثاني من المواضع التي تكون الفتحة علامة للنصب فيها جمع تكسير. وتعريف جمع التكسير قد مر معنا، ولماذا سمي بهذا الاسم جمع التكسير. لو قلنا أرسل المعلم الرجال، الرجال، الرجال هنا جمع تكسير، يعني منصوب بالفتحة. والموضع الثالث من المواضع التي تكون الفتحة علامة للنصب هي في الفعل المضارع، فعل المضارع. لكن متى؟ إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هناك حروف تسمى حروف نصب، وإن شاء الله سنذكر ذلك في باب المنصوبات بإذن الله. إذا دخل حرف من حروف النصب على الفعل على الفعل المضارع بشرط ألا يكون متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين، ويكون فعل مضارع مجردا من الاتصال. مثلا يذهب، يذهب نقول لن يذهب، لن يذهب. لن هنا حرف نصب وقلب، يذهب فعل مضارع منصوبا بلن وعلامة نصبه الفتحة. إذن أيها الطلبة هذه هي المواطن والمواضع التي تدخلها الفتحة وتكون علامة للنصب. ذكرنا ثلاثة: الاسم المفرد، وكذلك في جمع التكسير، والفعل المضارع. لكن متى؟ إذا لم يتصل بآخره شيء.
هذا هو الشرط والقيد في الفعل المضارع. وننتقل إلى العلامة الثانية من علامات النصب. طبعا هذه العلامة التي سنذكرها هي فرع، وذكرنا أن الأصل هو ماذا؟ الفتح. ويقول المصنف: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. إذن نلاحظ هنا أن الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد فقط، وهو الأسماء الخمسة. نعم، في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك، رأيت أباك. محل الشاهد من هذه الجملة هو أباك. رأيت فعل وفاعل، أو نقول رأيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. إذن نقول نيابة عن الفتحة، لأن الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، والألف نائب لها، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وكذلك وأخاك نفس الشيء، رأيت أخاك. أخا مفعول به منصوب بالألف، وما أشبه ذلك من الأسماء الخمسة التي مرت معنا في الدرس الماضي. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. إذن الكسرة أيها الطلبة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وذكرنا جمع المؤنث السالم ولماذا سمي بسالم. إذن لو قلنا رأيت المؤمنات، سلمت على المؤمنات. المؤمنات هنا مجرور، عفوا لو قلنا رأيت المؤمنات، المؤمنات هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. ونلاحظ هنا أيضا أن الكسرة جاءت لتنوب عن ماذا؟ عن الفتحة. وكل هذا يدل على أن الفتحة هي العلامة الأصلية في النصب، والباقي نواب لها. والعلامة الرابعة من علامات النصب هي ماذا؟ الياء. الياء، والياء أيضا تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. أن يقول المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء تنوب عن الفتحة في موضعين.
الموضع الأول في التثنائي المثنى، لو قلنا رأيت الرجلين، رأيت الرجلين، الرجلين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. إذن هنا أيضا نلاحظ أن الياء نابت عن ماذا؟ عن الفتح. والموضع الثاني من المواضع التي تنوب فيها الياء عن الفتح وتكون علامة للنصب هو الجمع. لم يقل جمع المذكر السالم، بل اكتفى المؤلف بذكر الجمع. وإذا أطلق الجمع في النحو يراد به جمع المذكر السالم. نعم، إذا جاء كلمة جمع بدون قيد فاعلم أن هذا اللفظ وهذا الاصطلاح يطلق على الجمع المذكر السالم. إذن جمع المذكر السالم هو الموضع الثاني من المواضيع التي تكون فيها الياء علامة للنصب. على سبيل المثال، لو قلنا أرسلت المسلمين، أو رأيت المسلمين. مسلمين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. الموضع الخامس والأخير من المواضيع التي تكون علامة للنصب وهي حذف النون، ولذا يقول المؤلف رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم، هناك أفعال تسمى بالأفعال الخمسة، ترفع هذه الأفعال بثبات أو بثبوت النون، لكن إذا ما دخل النصب على هذه الأفعال فإنه يحذف النون فيها، ولهذا قالوا أما حذف النون فيكون علامة. حذف النون تكون علامة، حذف النون يعني يكون علامة للنصب في هذه الأفعال الخمسة. مثلا لن يذهبوا، لن يجلسوا، لن يدرسوا، لن يأكلوا، لن يذهبوا. إذن يذهبوا هنا نقول فعل مضارع منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف النون. أو لن يجلسا، يجلسا فعل مضارع منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف النون. لن تذهبي فعل مضارع منصوبا وعلامة نصبه حذف النون. إذن هذه المواضع الخمسة التي ذكرناها هي المواضع التي تكون علامة للنصب. ثم بعد ذلك، بعد أن تحدثنا
عن النصب وأن له 5 علامات، وسنشرح إن شاء الله في الخفض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللخفض 3 علامات، الكسرة والياء والفتحة. للخفض قلنا بأن الخفض اصطلاح كوفي، أما البصريون يقولون الجر. فللخفض 3 علامات فقط، علامات الخفض 3 فقط لا أكثر. والعلامة الأصلية من علامات الخفض وهي الكسرة، وهي الكسرة، والياء والفتحة تكونان نائبة لها. إذن والآن سنذكر الأماكن والمواضع التي تدخلها الكسرة وتكون فيها علامة للخفض. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع فقط لا أكثر. اجعل هذا قاعدة عندك، ألا أن الكسرة تكون علامة للخفض في 3 مواضع فقط. الموضع الأول، الموضع الأول في الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد. إذن الفتحة الكسرة تكون علامة للخفض في الأسماء المفردة. مر معنا تعريف الاسم المفرد، لكن هناك قيد وشرط المنصرفة، أن يكون هذه الأسماء المفردة منصرفة، تكون هذا الاسم الفريد منصرف. ما هو الصرف؟ الأسماء المنصرفة بكل بساطة هي الأسماء التي تدخلها التنوين، هي الأسماء التي تكون منونة، كزيد. زيد هذا اسم منصرف، لأن بإمكاننا أن ننونه، نقول زيد، محمد. أما الأسماء التي لا تدخلها أو لا يدخلها الصرف فهذا سوف نتحدث عنه، عنها بإذن الله تعالى. إذن أن يكون الاسم مفردا وأن يكون منصرفا كزيد. نقول: سلمت على زيد، سلمت على زيد. على هنا حرف خفض أو حرف جر، زيد مجرور بعلى، وعلامة جره أو علامة خفضه الكسرة. إذن الكسرة هي العلامة الأصلية في الخفض. والموضع الثاني من المواضع التي الموضع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله وجمع التكسير المنصرف، أي جمع التكسير المنصرف، كرجال، قول سلمت على الرجال. الرجال هنا
منصرف أيضا نقول على حرف جر، الرجال مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. والموضع الثالث وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم مر معنا ما هو جمع المؤنث السالم، نقول سلمت على الطالبات، سلمت على المسلمات، مسلمات مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. وأما يقول المؤلف رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. أما الياء هي التنوب عن الكسرة، وهي تكون علامة للخفض في هذه الأماكن الثلاثة التي سنذكرها، ثلاثة فقط. الموضع الأول في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة، ومر معنا أو مرت معنا الأسماء الخمسة. لو قلنا سلمت على أخيك، سلمت على أبيك، أخيك هنا مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. والموضع الثاني وفي التثنية أي في المثنى، في أسماء المثنى، مثلا سلمت على طالبين، على رجلين، على امرأتين، كل هذه الأسماء مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة. والموضع الثالث من المواضع التي تكون فيها الياء علامة للخفض في الجمع، وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، نقول سلمت على المسلمين، سلمت على المسلمين، مسلمين مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر. إذن هذه الأماكن أو المواضع الثلاثة التي تكون فيها الياء علامة للخفض، وأيضا تكون نائبة للكسرة، لأن الكسرة هي العلامة الأصلية في الخفض. ثم العلامة الثالثة من علامات الخفض وهي الفتحة، وهي الفتحة. يقول المصنف رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تنوب عن الكسرة وتكون علامة للخفض في موضع واحد فقط، في موضع واحد، وهي الأسماء الممنوعة من الصرف. ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ بكل بساطة
هي الأسماء التي لا تقبل التنوين، هي الأسماء التي لا يمكن أن ينون، مثل أحمد، إبراهيم، إسماعيل، ونقول سلمت على أحمد، لا نقول على أحمد، سلمت على إبراهيم، سلمت على إسماعيل، لا نقول على إسماعيل، على إبراهيم، لأن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. نقول سلمت على أحمد، على حرف جر، أحمد مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الفتح. نقول دخلت في مكة، لا نقول دخلت في مكة، لأن مكة ممنوعة من الصرف. نقول في حرف جر، مكة مجرورا بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الجزم بعدما فرغنا من ذكر الخفض وعلامات الخفض، وكذلك الأشياء أي العلامات التي تنوب عن الكسرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان. مر معنا تعريف الجزم، وذكرنا أن الجزم في اللغة بمعنى القطع، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص وعلامته السكون. هذه التعريفات مرت معنا. وللجزم علامتان، أي للجزم علامتان فقط، وهذه العلامتان هي السكون والحذف. والسكون هي العلامة الأصلية في الجزم، والحذف يكون نائبا له. قل: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. يكون السكون علامة للجزم في مكان واحد فقط، في موضع واحد، وهذا الموضع وفي الفعل المضارع، لكن ليس على الإطلاق، هناك قيد. وفعل المضارع الصحيح الآخر، أي فعل المضارع الذي لم يتصل في آخره الألف وكذلك الواو وكذلك الياء، أي لم يتصل بآخره أي حرف من حروف العلة. مثلا لو قلنا يذهب، وأدخلنا على هذا الفعل المضارع حرفا من حروف الجزم، نقول لم يذهب، لم يذهب. لم هنا حرف جزم، يذهب فعل مضارع مجزوما بلم وعلامة جزمه السكون. نعم، الشرط أن يكون هذا الفعل المضارع غير متصل بأي حرف من حروف العلة، نعم، ويكون صحيح الآخر. والموضع الثاني هو الحذف. يقول: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الحذف أيها الإخوة
يكون علامة للجزم في موضعين. الموضع الأول في الأفعال المضارع المعتل الآخر، أي الأفعال المضارع التي في أواخرها حرف من حروف العلة، وذكرنا أن حروف العلة ثلاثة ويجمعها واي، الواو والألف والياء. مثلا لو قلنا سعى يسعى يسعى، نلاحظ أن هذا الفعل المضارع في آخره ألف، وهذا الألف حرف من حروف العلة. إذن إذا أدخلنا حرف جزم في هذا الفعل فسنحذف هذه العلة، أي هذا الحرف المعتل. يسعى نقول لم يسعى لم يسعى، إذن راحت العلة. وفي حالة الإعراب نقول لم حرف جزم، يسعى فعل مضارع مجزوما بلم، وعلامة جزمية حذف حرف علة وهي الألف. وكذلك يدعو يدعو، نلاحظ أن هذا الفعل المضارع في آخره حرف علة وهي ماذا؟ الواو. إذن في حالة الجزم نقول لم يدعو، لا نقول لم يدعو، نقول لم يدعو، إذن راحت العلة. يدعو فعل مضارع مجزوما بلم، وعلامة جزمية حذف حرف علة وهي ماذا؟ الواو. وكذلك نقول يقضي يقضي، هنا أيضا نلاحظ أن هذا الفعل المضارع في آخره حرف من حروف العلة وهي الياء. وفي حالة الجزم نقول لم يقضي، لا نقول لم يقضي لم يقضي، إذن راحت العلة وهي الياء. وكذلك الموضع الثاني في الحذف وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، أي الأفعال الخمسة التي مرت معنا والتي في حالة الرفع تكون مرفوعة بثبوت النون، لكن في حالة دخول الجزم على هذه الأفعال الخمسة فإن النون تحذف. إذن نقول يذهبون، حين ندخل حرف جزم على هذا الفعل المضارع المرفوع بالثبوت النون نقول لم يذهبوا لم يذهبوا، لم يجلسوا لم يأكلوا لم يجلسا، كل هذه الأفعال مجزومة بلم وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون. وإلى هنا إن شاء الله قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل البركة فيه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت.